اما انا لازم اتعود خلاص ما اصور بفلاتر. عموما انا اصلا تشوفوني باليوتيوب كذا فهمتم. المهم اليوم اشتريت منتجات، العديد من المنتجات. من وين؟ قولوا لي من وين؟ من لوي فيتون. يو جاي تهايط يعني؟ لا يا جماعه انا مستانس وحاب اشارككم وناستي. وبطلت انا اشتري، يعني صار لي يمكن 6 7 8 9 شهور ما شريت. لا يمكن اكثر. اخر حاجه شريتها الشنطه الرصاصيه اللي باثركم فيها كل يوم. فخلوني اوريكم ايش شريت. اوكي، اول شيء لازم تحطون براسكم ان انا صار لي سنه كامله حارب نفسي اشتري الاشياء اللي ابيها. يعني اشتري اشياء بسيطه فهمتم، بس اللي ابغاه صدق ما اشتري. كذا بس حط فلوس على جنب. وايش بعد؟ وبكره اول مره من 3 سنوات كذا اخذ اجازه، كذا اجازه لنفسي اروح مكان. بروح الى جزيره، بس هذا اللي اقدر اقول لكم. بكره بتشوفوا سنابات. المهم خلوني اوريكم ايش شريت. خلونا نبدا بالنعال الخنفشاري هذا لوي فيتون. هم يسمونه ساندلز. هذا ساندلز، هذا مو نعال يا جماعه. نعال شوفوا، يا ساتر تحسه كذا ما ادري زبدا. نقيت شيء. السناب اللي بعده اوريكم باقي المنتجات. صحيح اني ماخذ اجازه، لكن ما نسيتكم. مقطع الاربعاء اوريدي جاهز وبينزل لكم يوم الاربعاء، ويوم الخميس بينزل لكم شورت، واليوم نزلت شورت. اذا ما شفته راح شوفه. خلونا ندخل بالثقيل. اوكي هذا السلام طيح. شوف ايش فينا قاعد صارخ. المهم يا ساتر، شوف الشوز. مدري ايش بالسناب باين انه كبير، بس هو 41 رهيب. وبس لا بقى اتوقع حاجه. خليني اوريكم السناب اللي بعده. اوكي، والمنتج الاخير اخيرا وليس اخرا صروات سباحه. يا ساتر، بس شوفوا البرنت، شوفوا البرنت، تشوفون طبعة لوي فيتون فيها رهيب. لان اليومين اللي بتجي بتكي فيها بالمسبح، ما راح اسوي شيء غير اني اسبح. فيا بكره ما راح اكون في البيت، فما في بث على تويتش. اذا تبون اقدر افتح لكم بث الحين قولوا لي.